نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول ملفات الحماية الاجتماعية ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني. وتدور الجلسة حول ملف الحماية الاجتماعية وتتناول عددا من المحاور، أبرزها كيف ساهمت جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية في تخفيف الأعباء على المواطنين، وكيف ساعدت إجراءات وجهود الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. مقترحاتنا كانت تنطلق من ثلاث محاور للتنفيذ أو التمويل. مقترحات أولى لا تكلف الدولة مبالغ أو أرقام، ولكنها مقترحات خدمية تكنولوجية زي المنصات التعليمية وهكذا، وهذه لا تكلف الدولة كثيرا يعني. اثنين، مقترحات تعتمد على تضافر الجهود في القطاع الخاص والتعاونيات، وازاي ننظم مساهمة القطاع الخاص والتعاونيات في المظلة الحماية الاجتماعية بآلية ممكنة. ثلاثة، حوكمة الموجود. أنا عندي دلوقتي القوائم اللي موجودة لأسماء المستفيدين من برامج الحماية، بعضهم غير مستحق للدعم أصلا، صحيح، وبياخد حق واحد تاني مستحق.